طبعا اليوم هو ذكرى مقتل ناتاليا أستيمروفا المدافعة عن حقوق الإنسان. نود أن نخبركم في هذه الذكرى أن مشافينا دمرت بالكامل بعد استهدافها من قبل الطيران الحربي الروسي. مشافينا، هذا مشفانا، أصبح أثرا من بعد عين، حاله حال المشافي، كل المشافي في ريف إدلب الجنوبي بفعل بعد أن استهدفته الطائرات الحربية الروسية.